ثم اشتهر بين الناس هذا سوري، واحد سوري كيالي ولا كذا، هذا رجل ضال لا يفهم في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس وضعته وغيره غيره يأخذ القرآن هكذا ويضعه ويبدأ يسترسل بالكلام، والقرآن بريء منه، وماذا يقوله بريء وما قاله بريء من كتاب الله سبحانه وتعالى. فتنبه لهذا، بارك الله فيك وجزاك الله خير.